صباح الخير للجميع. أحد مبارك إن شاء الله، أسبوع مبارك. الساعة 6 تقريبا الصبح، بعرف عم بعمل إشي غريب. أقف هنا في مدافن البلدة أمام ضريح المرحوم الشاب سجعان طنوس، المشجع الأول للأرجنتين في معليا ويمكن وفي، لا أبالغ إن قلت، في العالم. لم يحظى للأسف بهذه اللحظة فوز الأرجنتين بالكوبا أمريكا، وأنا أؤكد أنه فرح الآن في السماء بهذا الفوز. الله يرحمك أبو يوسف. أنا الصراحة كثير متأثر، بالرغم من أني مش مشجع للأرجنتين، ولكن قلت اليوم إن دفوزه دفوز لروح مارادونا ولروحك، تهدي الفوز لروح مارادونا ولروحك. الله يرحمك يا غالي، عن جد الله يرحمك. قديش كانت معلي إسا بتغلي غلي لو كنت موجود بيناتنا هوني بهاي اللحظات، بالمقاهرة بالزمامير بالمجادلات. صدقني كثير كثير مشتاقين لك، كلنا مشتاقين لك. مبروك، وانت اكيد شايف مبسوط زي ما مكتوب هون، لا موت يمحى وجه المبتسم وخلف وجهك المبتسم صورة الأرجنتين، علم الأرجنتين. وهي الصبح هون الساعة 6 ولع شمعة لروحك ولروح مارادونا. الله يرحمك يا غالي كمان مرة، قديش البلد نقصيتك بهاي اللحظات. ضريح سجعان المشجع الأول في معليا الأرجنتين وفي المنطقة وفي العالم يمكن. نهاركم سعيد وأحد مبارك للجميع.